عايز نرجع خطوه ورا، الذكاء الاجتماعي والذكاء العاطفي. اول حد قال فكره الذكاءات كان زمان في علم النفس المعرفي، حطوا لنا كده مبدا اسمه الذكاء العقلي، وده يعني ستانفورد بينيه حتى عمل ليه طريقه اختبار اي كيو تيست عشان خاطر نعرف الذكاء العقلي قد ايه. لحد ما في عالم في هارفارد في سنه 1983 عمل كتاب اسمه فريمز اوف مايند، وقال فيها على فكره يا جماعه البني ادم ما عندوش ذكاء واحد، الانسان عنده 9 ذكاءات، تسعة. ذكاء عقلي، ذكاء رياضي، ذكاء موسيقي، ذكاء حركي، ذكاء نباتي وطبيعي، ذكاء روحاني، ذكاء شخصي، وذكاء اجتماعي. ذكاء شخصي يعني شخص فاهم نفسه، فاهم هويته، فاهم هو مين. ذكاء اجتماعي يعني شخص فاهم اللي حواليه، فاهمه من غير ما يتكلمه، عارف الحاجة تتقال امتى، فين، ازاي، مع مين، ايه المناسب وايه مش مناسب، ايه الملائم ايه مش ملائم، قادر ان انا اوصل رسالتي للاخرين فهم يفهموني بالطريقه بتاعه دماغهم. فلو بكلم ناس تجار بكلمهم بلغه تجاريه، بكلم ناس صناعيه بكلمهم بلغه الصناعيه، بكلم رجال اعمال بكلمهم بلغه رجال الاعمال، بكلم حد لسه طالب صغير في المدرسه بكلمه بلغته، ده اسمه ذكاء اجتماعي، قادر اوصل رسالتي للمجتمع بالطريقه اللي تتناسب معاه. فقال الذكاءات 9 وحط منهم ذكاءين، واحد اسمه الذكاء الشخصي وواحد اسمه الذكاء الاجتماعي. الشخصي انا ذكي مع نفسي، اجتماعي ذكي مع اللي حواليا. عاطفي بقى. لحد ما في سنة 1995 عالم تاني في هارفارد بعد حوالي يعني 15 سنة من هوارد جاردنر اسمه دانيال جولمان، الراجل ده قعد 30 سنة يا إيمان يتابع الناس من طفولها من طفولتها لحد ما كبروا، يعني هم عندهم 5 سنين عمل لهم اختبارات لحد ما بقى عندهم 35 سنة. لقى انه في شيء اسمه الذكاء العاطفي ايموشنال انتليجنس، ايوه بيقول فيه انه هو دمج ما بين الذكاء الشخصي والذكاء الاجتماعي، وانه الانسان اللي عنده ذكاء عاطفي زي ما انت قلت كده في مقدمة الحلقة، اللي عنده ذكاء عاطفي هو انسان اكثر سعادة، اكثر قدرة على تحقيق اهدافه، اكثر قدرة على انه بيسموها يمنتين ريليشن شيب، انه هو يحافظ على علاقاته لمدة زمنية اطول، اكتر سعاده، ويعرف اكتر قدره على تحقيق الاهداف، يدير اكتر قدره على العلاقة صيانه كويس يعني. العلاقات لمده زمنيه اطول. وحتى بداها باختبار اطفال صغيرين كده عندهم 5 سنين، حطوا قدامهم شوكولاته، كل واحد فيهم من حقه شوكولاته، وقال لهم بصوا يا اولاد كل واحد فيكم من حقه شوكولاته، بس اللي منكم هيصبر ومش هياكل الشوكولاته بتاعته، وهيقدر يلجم عواطفه ويلجم غريزته لحد ما خلص مكالمه تليفون وارجع هديله شوكولاتتين. اللي مش هياكل الشوكولاته بتاعته آه هديله 2. أنا فسابهم ساعه كده وبدا بالكاميرات يتابع الواد دي بتعمل ايه. ففي واحد فيهم قال لك لا يعني شوكولاته في اليد خير من 10 على الشجر، أيوه واكل الشوكولاته بتاعته ومشاعره واندفاعاته هي اللي خلته ياكل الشوكولاته. حد تاني حط الشوكولاته قدامه وقاعد ايه بيمني نفسه بيها، وقاعد بقى ايه يشمها يلمسها يتخيل ان بعد شويه هيجي المدرس وهياخد الشوكولاته، بس هو قاعد عينه عليها. ولقى النوع كانت من الاولاد سابوا الشوكولاتات خالص وبدأ بقى يعمل حاجة تانية، يبص على التلفزيون، يقرا كتاب، يحل الواجب، يرسم، انا شفت يلون، الفيديو يدندن مع بتاع نفسه، الدراسه ده. يعمل حاجة تانية. يعني هنا بقى ده في واحد بيقدر يعمل كنترول على مشاعره ويروض برافو عليكي، نفسه لغرايزه برافو عليكي، ومشاعره، وفي حد تاني سايبها كده على الله حكايته بقى، اللي زي ما تيجي تيجي وتروح وتروح. بس انا عايز اقول لك حاجه واندفع اندفاع كامل، مشاعره هي اللي سايقاه، هو مش سايق مشاعره. عبد الرحمن، انا ان شاء الله انت هتوعدني ان هتيجي معايا في الاستوديو، لان عايزين نتكلم في حاجات كتير جدا، وكلامك ما شاء الله جميل جدا. لكن انا عايزه مش هقول روشته، انا عايزه تبس كده بس سريعا جدا عشان نلحق نكمل الحلقه. ازاي يبقى عندي ذكاء عاطفي؟ وانا هعد معاك تبس بس من غير شرح. انا كايمان حاضر. نفسي يبقى عندي ذكاء عاطفي في علاقاتي. ها، واحد. رقم واحد اعرف مشاعري، واسهل طريقه لمعرفه المشاعر يا ايمان وجربتها مع الناس كلها، واسهل طريقه غير انك تروح لمعالج او حد يساعدك انك تكتب، تقعد تكتب انت حاسس بايه كل يوم. الاتصال بالمشاعر، اعرف مشاعري، انا دلوقتي غضبان، حزين، زعلان، متضايق، مبسوط، مبتهج، اتصل بمشاعري. الحاجة التانية اقبل مشاعري تماما زي ما هي بدون احكام، يعني انا قابل ابقى عصبي، قابل ابقى مرتاح، قابل ابقى حزين، قابل ابقى خايف، قابل نفسي وانا راضي، قابل نفسي وانا مش راضي، قابل نفسي وانا هنشرح في متقبل الاقدار الاستوديو يا ربنا، عبد الرحمن، قابل اللي هنشرح. بيحصل كله زي ما هو، حتى طيب، لو الشيء ده الناس بتحكم عليه، ما ينفعش راجل يعيط، انا قابل نفسي اني بعيط، رقم ما واحد، ينفعش مش عارف. رقم واحد اعرف مشاعري، رقم اتنين 2 اقبلها اقبل كلها زي ما هي. مشاعري، رقم تلاتة رقم 3
اني اقدر اوصل لمرحله انه الشيء اللي نفسي احققه ابدا احلم بيه، اتخيل نفسي وانا بحلم بالشيء اللي نفسي فيه واعيش الحلم ده، فابدا افعل جوايا قوه الحلم. قوة الجذب اينشتاين بقى لما والطاقة. بيقولوا لهم انا عشان اوصل لجائزه نوبل كنت بحلم 4 ساعات في اليوم، بتخيل اللي عايز اوصل له، بعيش 4 ساعات احلم كل يوم، يبقى اول عيني مفتحه أقول إن أنا احلم باللي عايزه، أحط احلم عيني. بالعلاقه الحلوه اللي نفسي فيها، احلم بازاي الطريقه اللي احب اتعامل بيها من شريك حياتي او اللي انا عامله بيها، أنا فده إحنا احلم.